السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعنا شيخنا الأستاذ العلامة الشيخ حسن عبد الوهاب البنا حفظه الله تبارك وتعالى وبارك في عمره. لا نخلي هذا المجلس من مجالس العلم من موعظة صالحة وعلم نافع نأثره عنه إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنه، إنه على كل شيء قدير. فضيلة الشيخ. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.